أنا رئيس الحكومة إنه يفوض صلاحياته من الجانب القانوني الدستوري البحت، ما عنديش التأويل اللي قد قدمه. ماذا بيا نسمع الأستاذة سلسبيل القليبي شو تقول، ما زلت الحقيقة ما سمعتهاش. أما من الجانب أنه اليوم ما نجموش البلاد، أي كان يستقيل رئيس الحكومة، الحكومة الكل تطيح، وباش ندخلوا في مسار أنه لازمنا نعاودوا نشكلوا حكومة وإحنا في ما زلت لنا 3 جمعات، ما نتصورش هذيك الثنية صحيحة، أنه يقعد في المكان اللي هو زاد ماهيش الثنية صحيحة، لانه ما ينجمش يستعمل الدوله وهو في الموقع هذاك للقيام بالحمله نتاعو. يظل الحل الوسط اللي يلقاه ماهوش خايب، انا نشوفه يلزمنا الجانب الدستوري، لان انا عندي احترام الدستور قبل كل شيء، تفويض صلاحياته ويمكن هو الحل الوسط اللي مشاو فيه. هذا انا موقفي من الجانب هذا. بالنسبه السؤال الثاني اللي هو تغيير الدستور، شوف الدستور هذا مازلنا ما كملناهش، كأن انا ديما نقولها كأن زرعنا خوخ اللي لازم 4 سنين باش يعطي الفلويه، جينا في العام الثاني قلنا هذا ما يصلح شيء نقلعوه، تي حتى نكملوها، تي حتى نكملوا المؤسسات نتاعو والبنيه الكل، الهرم الكل، فما كأن دار ناقصه زوز ولا 3 عرس، المحكمه الدستوريه، الهيئات الدستوريه، الحكم المحلي، الاقاليم، الجهات، وخلينا بعد نقيموه، ماهوش قران الدستور يتبدل، اما نكملوه ونشوفوه ونقيموه بالهداوة. يعني الدستور عملوه التوانسة الكل، وانا حضرت في الدستور بخلاف ال 217 نائب اللي هم الشعب اختارهم باش يأسسوا الدستور الجمهورية الثاني، ممكن ماناش موافقين هم معهم، اما ذاك الشعب اللي اختاره كما اختار في 2014 واحترمنا ارادة الشعب، في 2011 اعطاه ثقته للعباد اللي مش اسس الجمهورية الثانية لهذاك. اما اكثر من هذا، الدستور اي كلمة مكتوبة فيه تم المرأة، كل الجمعيات اللي تخدم على حرية المرأة ساهمت في كتابة الوحدة هذيك، باللوبيينج كانوا حاضرين في المجلس، يعملوا اجتماعات، يضغطوا، القضاء، جمعية القضاء، نقابة القضاة، باب القضاء، باب الحريات كلها، باب التمييز الإيجابي، الناس من الجهات، يعني الدستور كتبوه التوانسة الكل هذاك، شكون اللي توا يحب معناتها يبدلوا هكا بالسهولة اللي نتصوروها؟ يلزم أول حاجة فيه كيفاش نبدلوه 145 نائب وإن شاء الله يتوافقوا على التغيير نتاعو. أنا حسب رأيي فما أولوية نتاع التغيير، ماهيش الدستور، لأنه النظام السياسي اللي نحكيو عليه هي فما إشكال في العائلات الفكريه وفي الاغلبيات في البرلمان، لانه كي تبدا اغلبيه واضحه في البرلمان رئيس الحكومه ورئيس الجمهوريه تولي اسهل العمليه. احنا المشكله بتاعنا اللي الاغلبيات تتفتت، اللي العباد السياحه الحزبيه فما شكون عمل فيها 5 سنين دارهم الكل وعاود رجع للحزب الاولاني، معناتها الجديه، معناتها كي نشوف برلمان فارغ برات رئيس الجمهورية، خلال الجمهورية مش يولي هو يشرع، شكون باش يعمل له القوانين؟ عنده كتلة استابل وكبيرة وفاهمة، يشترها غايبة واشترها يبدل من الحزب الحزب واعطيه الصلاح، كل شيء كان مش نعطيه الرئيس في مخنا، وهذا اللي فما برشا عباد في مخهم واللي هما غالطين. لا انا باش نرجعوا رئيس الجمهوريه اللي عنده لون واحد في البرلمان، قانون الناس كل هز ايديها، مانيش نرجعوا لها، هذيك هي التعدديه. ولا انا باش نعطيه الرئيس الجمهوريه صلاحيات السلطه التشريعيه، يعني معناتها فما مغالطه اللي لازمنا نبدلوه هو باش نقصوا من هالتشتت الاحزاب وهالستابيليتي بتاع السلطه التشريعيه. يلزمنا بتاتخ نبدلوا، مش بتاتخ، انا نطالب ان نبدلوا القانون الانتخابي من اجل العباد تتلم، نحطوا عتبه اكبر، نحطوا ادوتور المفيد تفرز اغلبيات اللي وقتها اللي باش يحكم. معناتها وانا حسب رايي رئيس حكومه ورئيس جمهوريه كيما تصورهم المؤسسين، كيما تصوروهم المؤسسين، وقت اللي تولي المشهد هكاكا تو تشوفوا اللي الامور الدستور هذا نقولوا في الاخر كيما قلنا في الاخر اوغزمون عندنا الدستور هذا، مات رئيس جمهوريه في الحكم وفي 48 ساعه تطويت العمليه، تو العباد يعرفوا الدستور وقيمته هذيك. اما الاولويه اليوم الى تركيز المشهد السياسي بأغلبية واضحة، وقت توا نشوفوا اللي هذاك اللي اخترناه يمكن هو أحسن حاجة لتونس. أي حاجة يستاهل النقاش، أنا ما عنديش، أنا عندي من مبدأ أنه نجموا نحكيه في المواضيع الكل، ما نحكيوش فيهم نهبطوا الدباء، أي موضوع يستاهل دباء. صار دباء هذايا على ازدواجية الجنسية في كتابة الدستور، وراو اللي ما نجميوش نقصيو 10% من التوانسة اللي هما يعيشوا البرة، اللي هما تولدوا البرة، اللي هما كانوا كفاءات والبرة اقترحوا عليهم مش باش ينحيوا جنسيتهم باش يزيدوهم جنسية أخرى. هالعباد كما ما نحبوش نقصيو 50% من التوانسة اللي هما نساء، ما نحبوش نقصيو 10% من العباد اللي ما عنده حتى ذنب، تولد في فرنسا، أبوه كان مشى يخدم
يخدم غاديك هو تولد وخذا جنسية أوتوماتيكمان، ولا واحد رجل معناتها اقتصاد، ولا اللي هو كفاءة تونسية باش تتسهل له خذا جنسية، ما نقصهمش. طرحت الديبا هذايا مثال شعاودي تطرح. أنا رالي ما نقصيوش التوانسة، هذوما اللي يحبوا تونس وعندهم ما يضيفوا. فما الدستور قال اللي يحب ياخو وحسب رأي حتى يكون وزير ما عندوش ولا. أنا نعرف التوانسة اللي البرة ولائهم وحبهم يكون لتونس، وهذاك هو مع تلاخر بخيسك تكنيك. أنا خليني نقول هالجنسية هذية أنه رئيس الجمهورية حسب الدستور اللي يحب يتقلد المنصب هذا يسبو يتفضل يتخلى على جنسيته، لأنه ذاك من المناصب اللي ما نجمش نفدلكوا فيها، معناته فيها قدس للبلاد. وهذاك اللي قالوا الدستور، وهذاك اللي نراه أنا توا في أغلب اللي عندهم حاملين الجنسية ماشيين في مسار أنهم يتخلاو على الجنسية الثانية اللي حب يوصل للمنصب هذاك.